معنا من بنغازي الكاتب والباحث السياسي أحمد المهداوي. مساء الخير سيد أحمد المهداوي. أمام هذه التحديات الماثلة الآن، برأيك ما أكثر ما سيكون صعبا فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا؟ أهلا أستاذة فضيلة. نعم، أهم التحديات التي ستواجه المجلس الرئاسي الجديد في توحيد أو فيما يخص المؤسسة العسكرية بالذات، أنه يعني بما معناه أن غرب ليبيا لا تملك من زمام أمورها شيء، بمعنى أن السيد عبد الحميد بيبة عندما خرج في مؤتمره الصحفي وصرح بأن الاتفاقية البحرية التركية ما زالت قائمة، معنى ذلك أن التواجد التركي لن ينتهي، أيضا القوات الأجنبية والمرتزقة لن يتم خروجهم، وهو أهم هذه المعوقات أو هذه التي تعرقل عملية توحيد المؤسسة العسكرية. لا يمكن الحديث عن توحيد مؤسسة عسكرية وأن هناك قواعد أجنبية وقوات تركية وغيرها موجودة هناك. فأعتقد بأن أهم العقبات التي ستواجه السيد المنفي أو السيد عبد الحميد البيبة هي إنهاء الوجود التركي، لا سيما ونحن نتكلم والطائرات التركية ما زالت تنقل السلاح وتنقل العتاد، دلالة على نية الجانب التركي إلى يعني إفشال عملية الحوار السياسي وإفشال حتى الهدنة العسكرية. أعتقد بأن لا يمكننا الحديث عن توحيد المؤسسة في ظل وجود المرتزقة. دعنا ندخل في تفاصيل سيد أحمد المهداوي، ندخل في تفاصيل المعايير والشروط التي يفترض أن تتوفر في هذه المجموعات أو الميليشيات حتى تنضم للمؤسسة العسكرية. إلى أي مدى سيكون من الصعب أن تلبي هذه الميليشيات هذه الشروط والمعايير؟ نعم سيدة فضيلة، هي هذه مشكلة كبيرة جدا يعني واجهت البلاد، كان يعني حلها كان يعني ممكن لو كان أبكر من ذلك، يعني عندما انتهت الثورة في 2011 كان يعني من هم على صدة الحكم في المجلس الانتقالي لم يعالجوا هذه المشكلة، يعني انتشار السلاح الطفيف في تلك الفترة، أن نتكلم عن انتشار مهول جدا للسلاح بعدما قام بتوريد تركيا ومخالفتها للقرارات الدولية وإرسال العديد من الأسلحة حتى قد توصف حتى بال التكنولوجيا المتطورة. لا يمكن الحديث عن سهولة في دمج أو نزع سلاح هذه الميليشيات، بمعنى أن عندما تريدين ضم هذه الميليشيات أو نزع سلاحها سينضمون جماعة وليس فرادة، وهو أمر يعني كأنك تقننين هذه الميليشيا وأعطائها يعني صفة الشرعية بصفة مقننة، وهو مشكلة كبيرة جدا. يعني إذا كان فعلا نحن نريد معالجة الميليشيات في ليبيا عليهم أن ينضموا وفق الشروط التي تنص عليها المؤسسة العسكرية أو حتى المؤسسة الشرطية، السن والتأهيل الجسمي والعقلي وإلى غيرها من الشروط اللي موجودة في شروط الانضمام للكليات العسكرية أو حتى للثانويات العسكرية. ما الضمان؟ ما الضمان يا سيد المهداوي؟ نتكلم عن تقنين. لو سمحت لي يا سيد المهداوي، ما الضمان أن لا يحدث اختراق من متشددين مثلا إلى المؤسسة العسكرية؟ كيف سيتم التدقيق في خلفياتهم وهوياتهم للدخول طبعا فيما بعد لهذه المؤسسة العسكرية الموحدة؟ نعم سيدة فضيلة، هو سيكون من الصعب جدا يعني الوقوف أو حتى الحد من الاختراق، ولا تنسي الجيش المصري يعني بتكنولوجيته وبمهنيته اخترق من قبل الإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات المتشددة، لكن وحتى الجيش الأمريكي وغيرها، هو من الصعب أن تضعي معايير فكرية لأن التطرف الفكري غير ظاهر عندما تأتي، ولكن قد تضعين معايير جسمانية ومعايير يعني ظاهريا تستطيع منها تقنين دخول المتشددين كصحيفة الجنائية كشهادة حسن السيرة والسلوك وغيرها، هذه لا يستطيع أي منهم أن يعني يخفيها، هذه شيء ظاهر وواضح للعيان. معايير الانضمام إلى المؤسسة العسكرية أو الشرطية واضحة وموجودة، وهناك لجان تستطيع أن يعني تستنبط ما تريده من المتقدم، لكن المشكلة هي عدم وجود الإرادة وعدم وجود الرغبة لدى أمراء الحرب وأمراء الميليشيات في انضمام أفرادهم كفرادة إلى المؤسسة العسكرية. هم ما زالوا متمسكون بإمرتهم لهذه الميليشيات ولا يزالوا، ولا يعني ترى أنت سيدة فضيلة ما يحدث في العاصمة طرابلس من صدام ما بين الميليشيات كصراع للنفوذ لهذه الميليشيات وبسط نفوذها على العاصمة طرابلس. يعني نحن يعني السيد البيبة بمعنى آخر لديه مشكلة كبيرة جدا أو تحدي كبير جدا، فهو وهو نزع سلاح هذه الميليشيات أو السيطرة على هذه الميليشيات. لكن كما قلت يعني أنقرة
قد لا يهمها أن يتحقق هذا الهدف. ذكرت قبل قليل بأن مسعاها هو إفشال هذا الانتقال السياسي والعسكري في ليبيا. إلى أي مدى تعتقد بأن قضية المرتزقة ستظل أيضا معضلة تواجهها أي جهود لتوحيد الجيش أو توحيد المؤسسة العسكرية؟ نعم أستاذة فضيلة، المشكلة هي ليست في وجود المرتزقة، يعني المرتزقة بحد ذاتهم، ولكن المشكلة أن تركيا توغلت في الأجهزة الأمنية بمرتزقتها وبأسلحتها. نحن نتكلم عن الجمارك، نتكلم عن يعني القضاء، نتكلم عن مصرف ليبيا المركزي، عديد الأمور فيما كان يخص المجلس الرئاسي السابق أو حكومة الوفاق السابقة تم السيطرة عليها من قبل تركيا، لا يستطيع أحد ينكر ذلك، تحت ذريعة أو حجة الاتفاقية الموقعة سواء كانت الاقتصادية أو الأمنية. المشكل الرئيسي أن المرتزقة الآن أصبحوا يتدربون في مؤسسات شرطية وعسكرية تابعة للدولة الليبية، وقد يمنح لهم حتى الجنسية، وهو نحن نتخوف من إعادة لديموغرافيا في غرب ليبيا، قد يمنحوا الجنسية ولا تستطيع، تنكر تركيا وجود هؤلاء المرتزقة وهم يحملون الجنسية الليبية. أعتقد بأن الجانب التركي فعليا وفق تصريحات مسؤولينهم لا يعيرون المسار السياسي في ليبيا أي اهتمام، وهم فعليا يسعون إلى إفشال الحوار السياسي وخرق للهدنة. أنا أتوقع بأن تركيا تسعى هي والميليشيات إلى إحداث عمل فوضوي في خط سرت الجفرة الفاصل ما بين الأطراف المتسارعة في ليبيا لإحداث فوضى لزعزعة للضغط على السيد عبد الحميد دبيبة لقبوله بأجندة معينة. كل هذه الأمور واردة أمام الساحة في الملف الليبي في الأيام المقبلة. شكرا لك أحمد المهداوي الكاتب والباحث السياسي من بنغازي.